خناقة بين نور هشام سليم واخواته البنات اللي كانوا مقاطعين والدهم وما كانوش بيعبروا ولا بيسألوا عليه. دلوقتي افتكروا ان والدهم مات علشان الورث والتركة. بدأت الخناقة بينهم وبين اخوهم نور وقال لهم انا ولد، وهما قالوا له لا انت بنت. معكم كل التفاصيل الصادمة لخناقة بعد يومين فقط من وفاة الفنان هشام سليم. بنات هشام سليم حضروا جنازته، لكن بقالهم اكتر من 15 سنة معرفوش عنه حاجة. جدتهم منعاهم من زيارته والسؤال عليه. رحم الله الفنان هشام سليم الذي توفى عن عمر يناهز 64 عام بعد صراع مع مرض السرطان، سرطان الرئة بالتحديد. الفنان هشام سليم كان عنده في الاول 3 بنات، فيهم واحدة كان عندها ميول اخرى وهي نورة، ما كانتش قادرة تتأقلم مع حياتها كأنثى وقامت بعمل عملية تحويل الى ذكر وذهبت للعيش مع والدها، والبنتين التانيين كانوا عايشين مع والدتهم وكانوا ما بيسألوش عليه اطلاقا. امهم قست قلبهم على والدهم وكانت بتمنعهم من زيارته. بنتي نورة. بنتك نورة عندها خلل هرموني؟ بنتي نورة بقت ابني نور. ابنك نور؟ ابني نور. ازاي ده ربنا مش يعني. لا ازاي بقت ابني نور؟ انا مش هقدر اقول لك. عمل التحويل يعني؟ بتتحول. هشام سليم وقف جنب ابنه نور وكان بيدعمه، لكن الدكاترة في مصر لم يقروا بالعملية التصحيح وقالوا ان دي عملية تحويل، وهو نور نفسه طلع في فيديو واعترف ان دي عملية تحويل جنسي وليست عملية تصحيح جنسي، وان مازال اسمه في البطاقة نورة ولم يعترف بيها في مصر، وهو مش قادر يشتغل وحرفيا حياته وقفت ومش قادر يعمل اي حاجة. لكن نور هو الوحيد اللي كان واقف مع والده في الفترة الاخيرة، ومحدش من اخواته كان متواجد معاه في المستشفى. بالنسبة للمراس الكل دلوقتي بيسأل هيتوزع ازاي. اللي متأثر فيا ان بناته اللي كانوا ما بيسألوش عليه وكانوا مش بيعبروا دلوقتي بعد يومين فقط من وفاته جايين يطالبوا بالميراث. كل اللي يهمهم الفلوس بس. الشيخ مظهر شاهين طلع واتكلم في موضوع الورث وقال ان المنطقة دي شائكة جدا وحساسة، لان نور اتحول الى نورة، ولكن الشرع بيقول اننا ناخد بالموجود في البطاقة والمكتوب في البطاقة انثى الا اذا جاب ورقة من الاطباء هنا في مصر اقروا فيها انه ذكر، او اتفق مع اخواته البنات ان هو يرث كذكر. يعني لاما يجيب ورقة من الدكاترة ان هو يرث كذكر، او يتفق مع اخواته البنات ان هو يرث كذكر. وطبعا اخوات البنات مش هيوافقوا على حاجة زي كده لانهم بيتخانقوا معاه على الورث. نور هشام سليم مش فارق معاه بصراحة الموضوع ده خالص، كل اللي فارق معاه ان هو مات والده اللي كان الوحيد اللي كان بيدعمه، والده الوحيد اللي كان بيحتويه وكان بيحبه، وهو قال مات اللي كان بيحضني. علاقتك بيهم ايه؟ بتشوفهم كتير؟ لا ما بشوفهمش تقريبا خالص. ايه بقى المشكلة دي؟ مشكلة كل اب وام بيتطلقوا مع الاسف، وبيحاولوا يبعدوا العيال ويكرهوهم في التاني وبس. بيكلموكش؟ يعني ما بيعبرونيش. ما بيعبروكش؟ الموضوع ده مضايقك؟ كان مضايقني، ولكن خلاص تعودت عليه وكبرت كفاية اني وصلت لدرجة اللي عاوز يكلمني اهلا وسهلا، واللي مش عاوز يكلمني برضو اهلا وسهلا. تقولهم ايه لو بيتفرجوا علينا دلوقتي؟ اقول لهم انا بحبكم.